ميزه الدبس الوحيده انه ولا ماكينه بتسوي صح، لانه ما بتاخذش النكهه الطبيعيه لا الستينلس ستيل ولا الالمنيوم. علميا ثبت بس النحاس. النحاس فيه ميزه انه اول شيء بتاكسدش، ثاني شغله بضل حامي. اللي بقى ما مستوي للاخر بروح للدبس وللملبن والزبيب والعنبيه، واللي مصنف الكويس بنباع للسوبر ماركت للسوق، وبطلع برا جهه رام الله جهه جنين باخذوا التجار وببيعوه.